الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمن هدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم ما أخرجه الخطيب البغدادي في أخلاق الراوي وأداب السامع عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله ورضي عنه أنه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويقول: يا بني، إن هذه مآثر أبائكم فلا تضيعوا ذكرها. فهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على تعليم أولادهم وعلى تعليم أبنائهم وعلى تعليم المجتمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه. وذلك لأن المسلم إذا عرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتز بدينه، خاصة إذا عرف هذه المغازي وهذه السرايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثها أو يباشرها بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الباب باب قصر فيه كثير من الناس، بل قصر فيه كثير من أهل العلم، وهو دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة مغازيه والسرايا التي كان يبعثها صلوات ربي وسلامه عليه، مع أن دراسة هذه المغازي وهذه السرايا فيها من الخير العظيم ما لا يحصيه العاد عدًا في مثل هذه المجالس، ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعليم الأولاد خصوصًا هذه المغازي وهذه السرايا تكسب هذا المسلم العزة بدينه، ويتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته قدوة حسنة، لأن مسألة القدوة اليوم نحتاجها كثيرا. كثير من أبنائنا وبناتنا ليس لهم قدوة إلا ما يرون في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال، فبسبب هذه القدوة السيئة ضاع كثير من أبناء وبنات المجتمع. فإذا عرف العبد هذه السيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها الصحابة فإنه يتخذهم قدوة حسنة، ونعم القدوة إذا اتخذها العبد وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفيد من يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة مغازيه أن يعرف كيف كان النبي يقاتل، يعرف شجاعته صلوات ربي وسلامه عليه، يعرف رحمته أيضًا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في قتاله ليس كقتال الجبابرة الطغاة المعتدين، وإنما صلوات ربي وسلامه عليه كان شجاعًا وكان رحيمًا أيضًا، فلا يمثل بالمقتولين ولا يغدر ولا يقتل رضيعًا ولا وليدًا ولا امرأةً ولا يعني رجلًا في صومعته، وإنما يقاتل من يستحق القتل صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قرأ العبد السيرة عرف هذا في غزوات رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضًا إذا قرأ في الغزوات يعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل عبثًا، وإنما كان يقاتل من أجل إعلاء الكلمة لا إله إلا الله. وكان صلوات ربي وسلامه عليه لا يبدأ أحداً بالحرب والقتال حتى يدعوهم إلى أن يدخلوا الإسلام، فإن أبوا يدعوهم إلى أخذ الجزية، فإن أبوا فالقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبادر بالقتل إلا بعد هذه الأمور: الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا الدخول أخذ منهم الجزية، فإن أبوا الجزية فالقتال. وكل هذا من فقه المغازي التي لا بد أن يعرفها المرء،
فعلينا جميعا أن نعتني بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستفيد منها فقها ودراسة، لأن هذه المغازي تبين مقاصد القرآن وتعرف معاني القرآن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أحسن من تكلم على مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم فقها ودراسة واستنباطا وفوائد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد. فهذا كتاب عظيم نافع، حري بنا جميعا أن نعتني به قراءة ودراسة لما فيه من الفوائد العظيمة، ومن ذكر الأحكام المتعلقة بهذه المغازي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوها والسرايا التي كان يبعثها. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.